619, the home area code. We're on the way to Mysterio. Tales from. Frontline destroy. Mr. 619 destroy. So call the one time destroy. Mr. 619, a soldier in the way, call me. فئة الكروزر ويت انطلقت منذ منتصف التسعينات عبر حلبات اتحاد WCW واستمرت متواجدة في أوائل الألفية عبر اتحاد WWE، وهي متواجدة حاليا عن طريق عرض خاص يبث أسبوعيا وهو عرض 205 Live. وفئة الكروزر ويت لطالما سرت عشاق عالم المصارعة الحرة بمهارة وإتقان شخصيات نجومها. وعند الحديث عن تاريخ فئة الكروزر ويت، دوما يعتبر كل من الأسطورتين كريس جيريكو وري ميستيريو هم الأبرز والأشهر والأعظم في تاريخ الفئة. قصة عداوة هذا الشهر عن عداوة كريس جيريكو وري ميستيريو. معكم مقدمكم جود جي دي 13 من هروج مصارعة، وبسم الله نبدأ. بعد نهاية عداوة ري ميستيريو وإيدي غوريرو على لقب الكروزر ويت، دخل ري ميستيريو بعداوة مع كريس جيريكو حدد لأجلها مباراة على اللقب في عرض سولد أوت 1998، وانتهت بفوز كريس جيريكو وانتزاعه للقب. وبعد المباراة اعتدى كريس جيريكو على ري ميستيريو، ليغيب بعدها ري ميستيريو لداعي الإصابة وكانت لعدة أشهر. وعاد في مهرجان باش أت ذا بيتش 1998، عندها استطاع استعادة لقبه من كريس جيريكو، لكن كريس جيريكو استطاع من استعادة اللقب من جديد في عرض WCW نايترو التالي، لتتوقف العداوة ولم يتقابل بعدها كريس جيريكو وري ميستيريو في اتحاد WCW. وبعد سنوات تحديدا في درافت 2009 انتقل كل من بطل القارات حينها ري ميستيريو وكريس جيريكو إلى عرض سماك داون، ودخلا بعداوة مع بعضهم على لقب القارات. فتقابل الاثنين أولا في عرض جوجمنت داي 2009 وفاز بها ري ميستيريو، وتقابلا في عرض إكستريم رولز 2009، وحينها استطاع كريس جيريكو من انتزاع اللقب والفوز على ري ميستيريو، بل قام بنزع قناع ري ميستيريو ليحقق كريس جيريكو لقب القارات للمرة التاسعة، لتتوقف العداوة بين كريس جيريكو وري ميستيريو في مهرجان ذا باش 2009. عندها استطاع ري ميستيريو من استعادة لقب القارات من كريس جيريكو، لكن وفي صيف 2009 أعلن اتحاد WWE إيقاف ري ميستيريو لمدة شهرين بسبب مخالفته لنظام الكشف عن المخدرات، لتتوقف العداوة ويخسر ري ميستيريو لقبه. ولم يعد ري ميستيريو إلا في عرض قفص الجحيم هيل إن ذا سيل 2009، عندما تحالف مع باتيستا ضد فريق جيريشو بيك شو وكريس جيريكو، والتي انتهت بفوز فريق جيريشو. واختتمت العداوة بين كريس جيريكو وري ميستيريو في آخر عرض سماك داون من عام 2009، عندما استطاع ري ميستيريو من هزيمة كريس جيريكو في مباراة تحدي اهزم التوقيت، ليصبح المصنف الأول على لقب العالم لمقابلة الظاهرة The Undertaker في عرض رويال رامبل 2010. وكذا نوصل لختام حلقتنا من قصة عداوة، وكانت على عداوة كريس جيريكو وري ميستيريو. كان مقدمكم جود جي دي 13 من هروج مصارعة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.